يعني النهارده الحقيقه احنا في مكتبه الاسكندريه وبدايه الزيارات الميدانيه لحضرتك، عايزين نعرف بقى الانطباعات النهارده ايه واللي تم في هذه الزياره. اولا انا سعيده بالمشاركه النهارده في يعني مؤتمر اختار كليتك في مكتبه الاسكندريه، وزي ما حضرتك عارفه مكتبه الاسكندريه معانا في التحالف عضوه. بالتاكيد انه لما يشترك التحالف الوطني مع مكتبه الاسكندريه في توعيه الشباب طلاب الثانويه العامه في كيفيه اختيار كليتهم ومستقبلهم ده مهم جدا. النهارده موجودين، بشكر طبعا دكتور احمد زايد على الدعوه الكريمه مدير المكتبه. كنت سعيده بالالتقاء بالشباب، طبعا بنكلمهم على موضوعات كثيره جدا جدا فيما يتعلق بالمرحله الفاصله في حياتهم اللي هي بدايه دخولهم بقى او اختيارهم للكليات اللي عايزين ان هم يدرسوا فيها. ولكن الحقيقه كمان احنا مهم جدا ان احنا نكلمهم على يعني عناصر مهمه جدا، التحديات اللي الدوله بتقابلها لازم يبقى عارفها، الاجتماعيه والاقتصاديه، الولاء والانتماء، المسؤوليه الاجتماعيه. بكلمهم عن التحالف لانه طبعا دول طلبه في المدارس محتاجين يعرفوا ايه هو التحالف الوطني، وزي ان هو حتى لو هو طالب في الثانويه العامه، حتى لو هو في مقتبل العمر، انما يقدر ان هو يساعد بلده ويقدر ان هو يخدمها. المفهوم التحالف بالشكل طبعا اللي القياده السياسيه طرحته على المجتمع المصري ده كان مهم جدا ان هو يوصل للشباب. النهارده بنكلم 2000 شاب وشابه، فالرساله كانت مهمه، وكانت كمان يعني حريصت ان انا اتكلم عن مفهوم التطوع او الخدمه التطوعيه اللي بيقوم عليها التحالف الوطني بين الشباب، وزي ان يقدروا ان هم يتطوعوا داخل التحالف ويقدروا ان هم يبقوا شريك في الوطن. لانه الموضوع احنا بنختار كليتك، بس قبل ما بنختار كليتنا احنا بنختار وطننا، بنختار وطننا ان احنا نساعد فيه، ان احنا نتطرب من التراب بتاعه، ان احنا نبص على المحتاج، على الاسر البسيطه الاولى بالرعايه، عن مفهوم جديد جدا يمكن الشباب ما كانوش فكروا فيه قبل كده. اللقاء النهارده كان ثري، كان غني بالمناقشات الحقيقه اللي قدرت مش بس ان انا افيد الشباب بيها، انما استفيد ايضا من اسئلتهم عشان نقدر كمان ان احنا نشتغل عليها. رائع جدا طبعا، غرس هذه القيم والانتماء، ويعني قيم رائعه جدا موجوده، وان حضراتكم هنا في التحالف الوطني تزرعوها في الشباب في مقتبل العمر بالشكل ده. التفاعل كان عامل ازاي مع الشباب؟ التفاعل اولا يعني عايزه اقول لك انه الولاد اعجبت جدا بالاسئله بتاعتهم. اعجبت باهتمامهم بالتعرف على ايه هو التحالف. مهتمين تمام. ازاي كمان مهتم ان هو يشترك؟ طب انا دلوقتي عايزه اتطوع، اروح فين ولا ابتدي منين؟ الاستفسارات اللي جات لي الحقيقه من هذا اللقاء خلتني يعني عايزه اقول لك اتاكد ان لابد ان احنا نكثف من الحملات التوعويه للشباب على ما تقدمه الدوله من خدمات خاصه في اطار التحالف الوطني. رائع. الحملات دي النهارده احنا بديناها في مكتبه الاسكندريه، انما عايزه اقول لك زي ما انا قلت في البدايه ان انا بستفيد ان انا لا مهم جدا ان احنا نروح محافظات اخرى وان احنا نتكلم مع الشباب، لانه الطينه بمعنى الكلمه الطينه الشبابيه اللي موجوده والهويه اللي موجوده وشفتها والحميه الوطنيه اللي موجوده داخل الشباب، وهم عايزه اقول لك بقى ايه كلهم حيويه وكلهم نشاط وكلهم عزيمه ان هم يخدموا الدوله، فاهمين كويس جدا التحديات اللي الدوله بتمر بيها وعاوزين مجال ان هم يبرزوا هذه الوطنيه.